بوصفها دولة مدنية جميلة وحيوية، وفي سنغافورة إمكانية الاتصال كأحد المراكز المالية ومراكز اللوجستيات الدولية. والآن تنشئ سنغافورة منتجعاً كبيراً متكاملاً في قطعة أرض مستصلحة في خليج مارينا وجزيرة سونتاسا لتلحق بأكبر الأمم الرائدة في العالم. من خلال هذا المشروع تخطط سنغافورة لجذب 17 مليون سائح بحلول عام 2015 والحصول على 30 مليار دولار سنغافوري من عائدات صناعة السياحة. وعلاوة على ذلك تخطط أيضاً حكومة سنغافورة لاستثمار 40 مليون دولار أمريكي في التوسع في مشروعات سوق فقط بحلول عام 2020. الهدف من إنشاء البنية التحتية للنقل هو تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لسنغافورة وإسراع خطوط التنمية الاقتصادية من أجل مستقبل أفضل. يعد طريق مارينا كوستال إكسبريسواي أحد العوامل الرئيسية في البنية التحتية لوسائل النقل البري، حيث يسهل مشكلات الازدحام المروري بمنطقة وسط مدينة خليج مارينا ويوفر الاتصال بالمنشآت السكنية والتجارية بالإضافة إلى المطار الدولي. تبلغ المسافة الإجمالية لإنشاء طريق MCE 5 كيلومتر بداية من طريقي KPE و ECP في الشرق إلى طريقي AYE في الغرب، حيث يدخل في هذه المسافة الموقع المستصلح في خليج مارينا الجنوبي. سيتم إنشاء الطريق المكون من 10 حارات تحت الأرض من أجل توفير اتصالات بهذه المناطق. تبلغ مسافة تعاقد 482 الخاص بطريقي MCE الذي حصلت عليه شركة سانيونغ ENC 1 كيلومتر فقط بقيمتها التي تبلغ 627 مليون دولار أمريكي. يعد هذا التعاقد هو الأكبر قيمة بين التعاقدات الستة الخاصة بطريق مارينا كوستال إكسبريسواي. نظرا لمخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات، فضلا عن المنشآت المعقدة التي تحت الأرض مثل ربط المنشآت بالأنفاق والطرق، تعد منطقة تتطلب أعلى المستويات الإنشائية والهندسية. علاوة على ذلك إنه مشروع أعمال مدنية ضخم يتطلب 500 ألف متر مكعبا من الخرسانة و75 ألف طن من الحديد المسلح، الكمية التي تكفي لإنشاء مبنى مكون من 25 طابقا يستوعب 3000 شقة. اشترطت عملية المناقصة المقاولين الذين يتمتعون بتقنيات ثابتة وممتازة في طريقة الإنشاء بنظام البناء والتصميم للقيام بكل من الأعمال الهندسية والإنشائية. تم اختيار شركة سانيونغ ENC لتنفيذ المشروع تقديرا لخبرتها في مجالات الهندسة والتصميم والبناء، حيث التزمت بالشروط المحلية واجتازت تقنياتها المتقدمة في مجال الهندسة المدنية المراجعات الفنية الصارمة. يعد هذا أكبر المشروعات الإنشائية تحديًا، حيث تبلغ تكلفة المتر الواحد 627 ألف دولار أمريكي. من خلال هذا المشروع الذي يتطلب تقنيات عالية التقدم وإمداد هائل من المواد، تثبت شركة سانيونغ ENC نفسها كواحدة من المقاولين الممتازين ليس فقط في مجال الإنشاءات الفخمة بل أيضًا في مجال الهندسة المدنية. تتكون منطقة خليج مارينا من أرض مستصلحة، حيث انشأت على طريق تضمها بالرمال، ويتكون وجه التربة من تركيبة من مجموعة طبقات متعددة. 15 متر تحت السطح عبارة عن مردم نفايات انشئ على طريق ردم البحر. تحت المردم توجد طبقة طينية بحرية رخوة جدا تصل إلى 30 مترا. أسفل الطبقة الطينية البحرية الرخوة توجد طبقة غرينية التي ستدعم أساس الإنشاء. لإنشاء طريق المزدوج المكون من 10 حارات ونظام الأنفاق، يجب تركيب 1300 ركيزة محفورة عبارة عن ركائز مصبوبة في الموقع في طبقة الغرين القديم OA الموجودة على بعد 50 مترا تحت الأرض. هناك تحدي آخر يجب التغلب عليه، وهو وجود الأسوار البحرية المدفونة التي كانت عبارة عن منشآت الحماية الشاطئية التي تم تركيبها بطريقة غير منتظمة على عمق يصل إلى 12 مترا عندما حدثت عملية الإصلاح منذ 30 عاما، ومن ثم ستكون هذه الأسوار البحرية عقبة كبيرة أمام عمليات الإنشاء تحت الأرض. التربة الضعيفة ذات التركيبة المتنوعة والأسوار البحرية غير المنتظمة لبناء الطريق المزدوجة المكون من 10 حارات تحت الأرض في هذه الظروف ستكون عملية تحسين التربة أولوية أولى. أولاً سيتم تركيب 1300 ركيزة أنبوبية التي ستستخدم في الغالب في إنشاء الموانئ بطول الخط الخارجي للطريق من أجل تنفيذ عملية الحفر في الأرضية الضعيفة الرخوة. سيتم بعد ذلك تركيب ركائز أنبوبية يبلغ قطر الواحدة منها 1.4 متر وسمكها 19 ملم على عمق 2.5 متراً من طبقة الغرين القديم OA التي تبعد 50 متراً عن الأرض. بعد ذلك يتم ملء الفجوات بين ركائز الأنبوبية بالملاط لمنع تسرب الماء. سيتم استخدام روافع 250 طن وهزاز المطرقة 25 طن لتنفيذ هذا الجزء من عملية الإنشاء.
وفي نفس الوقت تعمل مواد تحسين الأرضية كألواح تحت الأرض لمنع ارتفاع الجوانب أو انحرافها. يجب تركيب ذلك في الموقع المطلوب بناء منشآت تحت الأرض به من خلال حقن 270 ألف طن من الأسمنت في أرضية ضعيفة بين عمق 13 مترا و 23.5 متر، ومنزلها بالطبقة الطينية الرخوة. سيتم إنشاء طبقة من الملاط بسمك 10 متر. لتحسين حالية الأرضية سيتم استخدام طرق متعددة، مثل طريقة الخلط العميق للأسمنت حيث يتم فيه حقن الأسمنت في الطبقات الضعيفة على عمق 12 مترا، وطريقة ركائز الحقن الملاطية، وذلك بناء على حالات الأرضية. بعد ذلك سيتم تركيب الركائز المحفورة لضمان السلامة الإنشائية للمنشآت التي تحت الأرض من القوة الدافعة والهبوط المتفاوت. أولا سيتم تركيب تغليف حديدي على الطبقة الملاطية العلوية، وسيتم الحفر لعمق 80 مترا من خلال تركيب غلاف حديدي مسلح وعصب الخرسانة من خلال خطوط أنبوبية صغيرة. سيتم الانتهاء من عمل الركائز المحفورة. سيتم تركيب الركائز المحفورة التي يتراوح قطر الواحدة منها 1.3 إلى 2 متر، ويصل طول الواحدة منها إلى 80 متر بطول مساحة التعاقد 482 بأكملها البالغة 1 كيلومتر. بمجرد الانتهاء من تركيب الركائز المحفورة سيتم تنفيذ عملية الحفر وعمل التدعيم وعمل قوائم الدعم الانضغاطية اللازمة للمنشآت تحت الأرض. أثناء عملية الحفر المدعوم يتم إنشاء عوارض حديد ثنائية وثلاثية للوفاء بمدى الانحراف الجداري لجدار الثنى. وعلى هذا بمجرد اكتمال كل هذه العمليات سيتم تشييد المنشآت الخاصة بالأنفاق والطريق المزدوج المكون من 10 حارات. بمجرد الانتهاء من عملية الردم والتغطية ومن إزالة الركائز الأنبوبية سيكون قد اكتمل عقد 482 الخاص بطريق MCE بنجاح عن طريق تصميم عالي التقدم وأحدث تقنيات الإنشاء. يعد تعاقد 482 هو الجزء الأكثر تحديا في طريق مارينا كوستال إكسبريسواي. تعد المنطقة بي من عقد 482 هي أكثر مناطق المشروع كله تحديا بسبب وجود أكبر عرض بها، حيث يبلغ 140 مترا وتتطلب تشييد منشآت معقدة تحت الأرض في منطقة منحنية. في الأراضي الضعيفة العادية يتم تركيب ركائز أنبوبية بطول الطريق وقوائم ضغاط رأسية لتدعيم الجدران الملاطية. إلا أنه في منطقة بي التي تتكون من أسطح محفورة بطريقة غير منتظمة يتعين تركيب قوائم الضغاط حسب اتجاه الجدار الملاطي والمنحدرات للتحكم بكفاءة في ضغط الطرق. للتحكم بكفاءة في ضغط الطرق نفذت شركة سانيونين سي طريقة إنشائية مبتكرة تسمى سوبر بيم. تركب السوبر بيم بين الجدران الملاطية وتركب قوائم الضغاط على جانبي السوبر بيم لتوزيع ضغط الطرق بكفاءة على طول قوائم الضغاط. أدى هذا الأسلوب الفريد إلى تدعيم استقرار الجدران الملاطية حتى تتم عملية الحفر. من خلال تطبيق أحدث طرق الإنشاء في حفر عرض غير مسبوق يبلغ 140 مترا، حققت شركة سانيونغ إن سي هندسة القيمة الحقيقية وضمنت مستوى عالي من السلامة، مما يقلل من فترة الإنشاء ويخفض من تكاليف الخامات. حصلت شركة سانيونغ إن سي على جائزة إيسيك من هيئة النقل البرية التي تعد أكبر جوائز السلامة الإنشائية في سنغافورة، بالإضافة إلى جائزة ذهبية وجائزة MOM شارب من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعامين متتاليين. كانت المواقع الإنشائية لشركة سانيونغ إن سي هي أول مواقع في هذا المجال التي تحصل على جائزة سنغافورة للصحة، وهي تنافس مشروعات تتميز بالسلامة الكبيرة والحماية البيئية والصحية. من خلال تشييد أكثر الفنادق في العالم رفاهية، حيث تستوعب 13 ألف غرفة نزلاء، بالإضافة إلى المستشفيات التي تستوعب 8000 سرير، إلى جانب أحدث المباني الإدارية والمنشآت السكنية الممتازة، حققت شركة سانيونغ إن سي سمعة أكبر لكوريا في جميع أنحاء العالم، بفضل إيمانهم بأنهم يتعين عليهم إنشاء تحف معمارية في مجال الهندسة المدنية للحفاظ على السمعة التي اكتسبوها في مجال المباني الفخمة. شيدت شركة سانيونغ إن سي مشروعات SOC متعددة ومنشآت كبيرة في جميع أنحاء العالم. لقد سطرت الشركة صفحة جديدة في تاريخ الإنشاء الذي يرتكز على هندسة القيمة العالية للتقدم والتقنيات المتقدمة وفلسفة الشركة التي تعتمد على مبدأ الجودة أولا، وبناء على ذلك فهي مستمرة في تحديها لتكون مكونة تحف معمارية رقم واحد في العالم.